السمبوسة اهي جهزت، بس احنا مش هنقليها دلوقتي، خلونا نشوف الفراخ الاول والحريرة اخبارهم ايه، لانه الحريرة زمانها استوت. ايوه ده اللي انا عايزاه. في الوقت ده انا ممكن احط لها شوية كزبرة وشوية بقدونس، على اساس انه الخضرة لما بنزودها في الاخر بتبقى ريحتها حلوة. بس نعلي النار شوية، بس ده اللي انا قلتلكوا عليه. الحريرة في خطوة تانية ممكن تضيفوها وممكن ما تضيفوهاش حسب اللي انتوا عايزينه. في ناس تحب تزود البيض في الحريرة على اساس ان هو نوع من انواع البروتين، خصوصا لو مش عاملين لحمة، عشان خاطر يساعد يديها يعني انها تبقى فيها مكونات اكتر او يكون فيها بروتين زيادة وتكون غنية شوية. اللي بنعمله ان احنا بنكسر البيض في الحريرة او في البولة، بنخفقه وبننزل بيه هنا، فبنقلبها بسرعة كده، فبيساعد هو كمان على سمكها وكمان بيديها بروتين اكتر. انا شخصيا عندنا في البيت ما بنحطش البيض، يعني في ناس وناس في المغرب تحط البيض، احنا من الناس اللي ما بنحطش البيض، بس انا حبيت بس اوصل المعلومة عشان تبقوا عارفين. في الوقت اللي انا بضيف فيه الخضرة، العظم خلاص احنا خدنا نكهته، مش هنحتاجه تاني، هنخليه في الحلة في الاخر، يعني بناخد من الحلة ونخليه هو غطسان مع نفسه. كده تمام. فخلونا بقى نغرف كل حاجة، وبعدين اخر حاجة نعملها ان احنا نحمر البريوات. هحتاج ان انا احطها فول مثلا بالشكل ده. وهحط كده، ريحتها جميلة كلها خضرة. واي حاجة تغيير على لسان العصفور او الحاجات او انواع الشوربة اللي احنا تعودنا عليهم في رمضان، شفتوا قوامها بيبقى لا هو تقيل ولا هو خفيف، بس صدقوني هتعجبكم قوي، لانه هي من الشوربات المميزة جدا في العالم عامة، مش العالم العربي بس. ان شاء الله هتعجبكم. بس ادي الحريرة بتاعتي جهزت، اول طبق معانا النهاردة نحطه بالشكل ده. ممكن نطفي عليها دلوقتي وننقلها هنا عشان نشتغل على راحتنا، بس خلوني الاول اجيب الفراخ من الفرن لانه هي كمان استوت. شفتوا بقى، لا قلي ولا اي حاجة. انا من الناس اللي بحب ان انا اشويها في الفرن عشان تحافظ على لونها الجميل وكمان ما تبقاش تقيلة قوي. هجيب طبق اغرفها فيه. ممكن الصوص اللي انتوا بتحطوه في الحلة ممكن تقدموه معاها، بس انا عشان رمضان وهو بيكون اوريدي شارب الزيت بتاع الفراخ، بحب ان انا ماخدوش، اخدها كده مشوية بالحشو بتاعها بس. وادي الفراخ بتاعتنا النهاردة، مش فاضل غير ان احنا نفك الدبارة. ممكن ناخد من الصوص ده نحطه حواليها لو حابين، اللي اتشوت فيه بالفرن، يعني ممكن ننزله هنا في النص وهو هيسيح على مهله. بس كده، دلوقتي محتاجين ان احنا نزينها. هزينها بشوية ليمون معصفر، هقطعه شرايح، كده الناس هتعرف ان احنا عاملين فراخ بالليمون. وادي تاني طبق معانا في حلقة النهاردة.
قبل ما نبتدي نقلي البريوات. دلوقتي خلاص خلصنا، نبتدي نتكلم على البريوات. بس اشيل الاول الحله عشان الدنيا تفضى عندي. الحريره ميزتها انها بتاكل، يعني بنعملها وبتاكل الشعب كله، فدي حاجه حلوه. نروح جايبين بقى طاسه، اول حاجه هحتاج زيت عشان اقلب فيه السمبوسه، بس مش زيت كتير، يعني زيت قليل ما يبقاش غزير قوي الحمام بتاع الزيت. وهنا هحتاج ادفي شويه العسل. احنا في المغرب ثقافه الشربات شويه ما عندناش كتير، بنفضل عسل الليمون او البرتقال الابيض. ايوه نحط دي كمان. بس هدفيه عشان ما يبقاش تقيل ويبقى قوامه خفيف، بس زي ما قلت قبل كده هنكهه بشويه ميه الورد او ميه الزهر. بس احنا عشان موضوع الورد اللي حطيناه حطينا ورد، ميه ورد. هخليه يطفى، ودي بعد ما تسخن. خلوني دي عشان عاليه احط هنا، ودي هنا. وبعد ما يدفع هحط بقى السمبوسة تتقلي. اهي حاجات بسيطة قريبة جدا من المطبخ المصري، يعني نفس المكونات موجودة في السوق المصري بس تجربة جديدة. يعني شوفوا المغاربة بيفطروا ازاي، دي الحاجات اللي مشهورة عندنا قوي في رمضان. هنعمل كمان على مدار الحلقات اللي جاية أكل شامي، وهنعمل سعودي، وهنعمل كمان حاجات من لبنان، هنعمل كمان من يعني كل الدول إن شاء الله هنلفها في مطبخ آسيا. هنا دي انا العسل مش عايزاه لا يغلي ولا حاجه، عايزاه بس يتحرك يدفى شويه، وده اللي انا تقريبا وصلت له. كده تمام، هطفي عليه. هجهز بس حاجتي. في الوقت اللي هي بتتحمر فيه اجيب طبق التقديم. ممكن الاول خلونا نجهز طبق نحطها نصفيها فيه من الزيت. خلصت منه، ده كمان خلصت منه. تمام كده. عشان كده قلت لكم ما تعملوهاش زيت غزير، وكمان خلوا النار تكون متوسطة، لا عالية كتير ولا واطية كتير، لانه لو واطية كتير السمبوسة هتشرب زيت، ولو عالية كتير هتتحرق بسرعة، فبين البنين. ريحة الورد اوريدي ابتدت تبان، ودي حاجة جميلة جدا. احنا ممكن في الوقت ده نحط للحريرة شوية بقدونس وهي لسه سخنة. ممكن كمان نحط شوية للفراخ. الفراخ طبعا يستحسن نفتح الدبارة، بس احنا الفكرة وصلت، ولا خلونا نفتحها مش مشكلة. احنا بنمشي حسب ما الكتاب بيقول. اهي وعنا على السمبوسة. ايد هنا وايد هناك، ده المطبخ الرمضاني. هذه السمبوسة
واول ما تتحمر نطلعها ونحطها في العسل ونسيبها وهي سخنه تاخد من العسل. السمبوسه عشان تكون ناجحه لازم تكون مقرمشه، فلو دخلناها للشربات الشربات بيساهم نوعا ما انه يخلي الحاجه طريه زي البسبوسه والكنافه والحاجات دي، بس العسل بيخلي الحاجه يعني تحافظ على نفس القوام بتاعها، بس في نفس الوقت بيسكرها وبيديها النكهه الحلوه باللي هي عسل البرتقال اللي احنا بنستخدمه كتير في المغرب. فعشان كده ده الفرق اللي بيننا وبين باقي الدول العربيه، ان احنا بنطفي في العسل. اتهيالي احنا والجزائر وتونس. ادي نحط بقى اللفه الثانيه، لانه ريحه الورد بصراحه بتخلي الواحد غصب عنه يكمل. احنا بقى في المغرب في رمضان بنعمل ايه بال 3 كيلو لوز وال 4 كيلو يطلع لك 300 سمبوسيه 400 في اليوم يعني، يكفينا رمضان كله. وعمتي تاخد منها وخالتي تاخد منها وابن عمي بيحب سمبوسه ماما يجي ياكل ياخد علبته بتاعت رمضان، فبتبقى يعني زي تايم شير. هنشوف بقى دي، بس بلاش تستخدموا نفس المعلقه اللي انتوا بتستخدموها في العسل هي نفسها اللي تستخدموها في الزيت، لانه لو دخلتوها مرة تانية طبعا هيحصل بلاوي في المطبخ. ادي السمبوسة، بس هوطي على دي عشان ما تتحرقش، وبناخدها كده في طبق التقديم نحطها، بس قبل ما تنشف من العسل بنقرب السمسم ونحط كده السمسم. دي كانت السمبوسة المغربي او بريوة اللوز. اتمنى انه الفكرة او الحلقة النهاردة الرمضانية تكون عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين. افكركم ان احنا عملنا مع بعض الفراخ المغربي المحشية بالاعشاب والزيتون، عملنا كمان الحرير المغربي، وعملنا بريوة اللوز. اتمنى ان تعجبكم الحلقة. اشوفكم الحلقة الجاية ووصفات احلى واحلى من مطبخ اسيا.